السلام عليكم يا شباب، حبايبي كل محبين الزبا فينش. في حاجة مهمة جدا غافلة عن ناس كتير كتير كتير، وناس بتشتكي ان انا بشتري تير وبروح يقعد يوم والتاني الاقي مات. السبب الرئيسي في الموضوع دوت انك بتشتري تير يكون طاير في سلاكة، التير اللي انت بتجيبه بيكون طاير في سلاكة، مش متربي في قفص او مش تربية اقفاص، خد بالك، فمش متعود على المسألة العادية اللي زي كده، مش متعود ان هو يشرب من مسألة عادية زي دي، تمام، متعود ان هو يشرب من حاجة واسعة زي طاجن او مسألة كبيرة مفتوحة، تمام. فانت لازم اول ما تجيب الطير حطيته هتربيه في قفص تبدأ تحط له مسألة زي دي، مسألة عادية، تمام، ولازم يكون عندك مسألة زي المسألة الفخار دي او اي حاجة شبهها، بس انا بفضل المسألة الفخار دي خاصة في الصيف، يعني خاصة في الصيف، تمام، يعني دي بتحافظ طبعا على درجة حرارة المية بشكل كبير جدا. طبعا انت بتجيب العصفور تلاقيه العصفور خملان وشكله ضعيف وتقول العصفور ده مريض، لكن هو مش مريض، هو العصفور ما بيشربش، قاعد عندك يوم والتاني والتالت ممكن يستحمل لغاية التالت يوم وتلاقيه ما بيشربش، في الاخر تلاقيه مات. هو مش ضعف ومش مش مرض، هو العصفور ما بيشربش ميه، هو هياكل عادي جدا، لكن هو مش متعود على المسقه العاديه، تمام. الحاجه الثانيه بالنسبه لقطف الزغاليل والكلام ده، موضوع الدخن يا جماعه ده موضوع مهم جدا، مهم جدا جدا جدا. انا عندي في الاقفاص قبل ما افطم الزغاليل، يعني مجرد ما الزغاليل خرجت من الاقفاص خرجت من العشاش، ابدا احط لها دخن على الارضيه او احط جوه العش نفسه، يعني او احط بقسمه بالمنظر ده، بقسم العود بالمنظر ده ارباع ارباع صغيره كده كويس، ببدا احطها داخل العش او بحطها على ارضيه القفص اول ما الزغلول يخرج من العش. جميل، خلاص انا اخدت زغلول، شفته بياكل، شفته بيشرب وتمام، وخلاص هو شكله كده، خلاص المفروض هو يتفتن، دخلته ورميته في سلاكه القطف او في قفص القطف. لازم يوميا يوميا مره الصبح مره بالليل احط ربع عود زياده، طبعا حسب الكميه عندي، لو عندي كميه قط كبيره كميه زغلول كبيره ممكن احط مثلا عود كامل، ممكن احط نص عود، ممكن احط ربع عود، حسب الكميه، هتفرق معايا في الكميه، تمام. بس انا بقسمه كده، طبعا انتوا عارفين اللي هو الدخن او الدخن غالي، فانا بقسمه بالمنظر ده، وفي نفس الوقت بيكون زياده بتلاقي العصفور هدره كله ونزل في الدرج بتاع القفص، تمام. فمهم جدا جدا طبعا خلط الطار دي اساسيه، بس اهم حاجه الدخن، اهم حاجه الدخن. العصفور بيتعود ياكل منه بشكل غريب، سبحان الله، هو كلها بذور، بس العصفور بيدخل على الدخن الاصفر او الاحمر، بيدخل عليه غير البذور خالص بشكل اسرع، فهيعوده ان هو يبدا ياكل، ما العصفور مش هيموت منك من الجوع، تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.